مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تنفذ وزارة التجهيز والإسكان التونسية مشاريع بقيمة 200 مليون دينار بولاية سيدي بوزيد. وقد أشار وزير التجهيز إلى أن القيمة المالية لهذه المشاريع موزعة على 163 مليون دينار للطرق والجسور و37 مليون دينار للمباني المدنية. هذا وقال نور الدين سالمي في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية أنه تم رصد عدد من المشاريع لتطوير أحياء سكنية بولاية سيدي بوزيد في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير وإدماج الأحياء السكنية. وافتتح رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في مطلع جويليا المنقذي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير الأحياء الشعبية بكلفة تناهز 635 مليون دينار. أعلنت الوكالة العقارية للسكنة للبيع بالمزاد العلني الاختياري عن بيع مقاسم مهيئة ومخصصة لتجهيزات تجارية وخدمات وللاستعمال المشترك سكن والتجارة بمنطقتي نابل المرازقة والمروج السادس، والتي تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وذلك لفائدة الأشخاص الماديين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية. ويقع البيع بالمزاد العلني بحضور عدل التنفيذ يوم الثلاثاء 20 من أوت 2019 ابتداء من الساعة 9 صباحا بمقر الوكالة العقارية للسكنة بالعاصمة. نظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بقيمة 200 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 170 مليون دينار تونسي. واستعرض السيد نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان خلال مداولات الجلسة بعض مشاريع حماية المدن من الفيضانات، مبرزا شمولية تدخل الوزارة في مختلف الجهات التي يتمثل في الحماية القريبة للمدن والتجمعات السكنية من خلال إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مشارف المدن أو داخلها، تهدف إلى التحكم في مسارات ودفق المياه المندفعة نحو المدن. تولت مؤخرا الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس تنفيذ عشرة قرارات هدم أراض على ملك الدولة، وذلك للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي والمحافظة على ملك الدولة العامة. يبدي خبراء اقتصاد تونسيون تخوفات من عدم استدامة أسعار صرف عملتهم المحلية الدينار أمام سلة العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وبدأ سعر صرف الدينار التونسي يتحسن مقابل الدولار واليورو خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من عدم تحسن مؤشرات مرتبطة كالميزان التجاري وصعود الاحتياطات الأجنبية. وفي تصريح للأناضول قال الخبير الاقتصادي محمد صادق جبنون أن ما سمي بالتحسن في الدينار هو ارتفاع نسبي يعود لمناورة تقنية قام بها البنك المركزي التونسي، والتي تتمثل في الارتفاع في الحد من السيولة، مما جعل نسبة العملة الصعبة الخارجة من تونس أقل، وبالتالي الطلب على العملة تراجع. وأضاف جبنون بأن صندوق النقد يحذر من هذه السياسة التي لا يرافقها نمو حقيقي للاقتصاد، لأنه توجد مخاطر فيما بعد على استقرار العملة إذا لم تتحسن محركات الإنتاج والتصدير. أقرضت البنوك المغربية أكثر من 219 مليار درهم للأسر من أجل اقتناء السكن إلى حدود السنة الماضية بزيادة بنسبة 5.5% حسب بحث أجراه بنك المغرب. وأبرز البحث أن حجم القروض الخام الموجهة للسكن وصل إلى 215 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3.7% بعد زيادة بنسبة 4.1% في 2017، مشيرا إلى أن حجم القروض الحرة يمثل 82% مرتفعا بنسبة 6.7%، بينما لم يتجاوز نمو حجم قروض السكن المدعمة من قبل الدولة 0.9% بعد ارتفاع بنسبة 1.8% في العام ما قبل الماضي.
قالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس إن ما لا يقل عن 1.3 مليار دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية الموجهة دخلت إلى الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من السنة الجارية، محققة بذلك نسبة 43% من توقعات الاستثمار الخارجي لإجمالي 2019. وأضافت الوكالة أن الاستثمارات الخارجية سجلت ارتفاعاً بنسبة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و 36.2% مقارنة مع سنة 2017. تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية خلال النصف الأول من سنة 2019 بنحو 56 ألف مسافر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، لتنقل الشركة زهاء 1,646,000 مسافر، في حين تراجعت نسبة انتظام الرحلات لتبلغ 39.9% مقابل 45% بين السداسي الأول من سنتي 2019 و2018. ينتظم صالون البعث العقاري سكنة إكسبو في دورته الخامسة من 7 إلى 9 من نوفمبر 2019، ومن المنتظر أن يشارك في هذا الصالون شركات البعث العقاري والوكالات العقارية والمؤسسات المالية والتأمينات. وسيكون الصالون فرصة تجمع بين الحريف والبعث العقاري والبنوك والمؤسسات المالية في نفس الفضاء، كما أن الصالون يمثل فضاء للمهنيين ولأصحاب القرار من قطاع البعث العقاري للعرض والشراكة. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم في أمان الله.